أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا ولقانا متجدد زينة وطعم البيوت. وفي البداية برحب بحضراتكم وبرحب بزميلتي العزيزة دعاء عبد المجيد. أهلا بيك يا منى. أهلا بكل مشاهدينا اللي دايما بنكون سعداء بلقائنا بيهم اليوم. انطلق منذ قليل منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور شباب من 196 دولة من مدينة السلام شرم الشيخ. وخلي بالك يا منى ان المنتدى في نسخته الرابعه السنه دي العوده عوده قويه تتطلب كثير من التحديات، خصوصا في الظروف الاستثنائيه اللي احنا فيها، لكن مصر دايما متعوده على التحدي ومتعوده انها تنجح، وبالفعل اتخذت كافه الاجراءات الاحترازيه علشان نضمن سلامه الضيوف سواء كانوا مصريين او اجانب. يمكن انتقلنا دلوقتي هيكون لاخبار حزينه شويه. طبعا. في وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، في وفاة المستشارة تهاني الجبالي فجر أمس، وهي طبعا المستشارة تهاني الجبالي أول قاضية في مصر، وأيضا هي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، وده كان بقرار جمهوري في يناير 2003، وحاصل على العديد من 30 يمكن درع ووسام تكريما لها. وأكيد المستشار تهاني الجبالي علشان تحصد كل هذه الألقاب والمكانة مرت برحلة كفاح طويلة جدا وإرادة وشخصية قوية. رحم الله الفقيدة الغالية اللي كانت فعلا رمز من رموز السيدات المشرفات. أيضا فقد الإعلام المصري والعربي واحدا من أبرز الإعلاميين، هو الأستاذ وائل الإبراشي صاحب المدرسة الخاصة وله العديد من السبقات الصحفية والإعلامية اللي هي كانت معنية في الأول وفي الآخر بهموم المواطن المصري. رحم الله الفقيد الغالي الكبير أستاذ وائل الإبراشي. رحمة الله على الفقيد الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، وبنطلب الصبر إن شاء الله لأسرته والمغفرة والرحمة الواسعة ليه. ودلوقتي احنا هننتقل لتقرير عن الحدث الأكبر اللي كلنا بنتابعه النهاردة وبنعود ليه، وهو منتدى شباب العالم من مدينة السلام شرم الشيخ. وبعديه بثواني هنرجع لمنى ولقائها او اللقاء ليها على الهواء. وطبعا احنا عندنا فقره ثابته دايما دايما عمرنا ما ننسى ما تقلقيش يا منى، وهي الشيف زينب عبد الستار اللي عامله لنا النهارده يعني اصناف عمري ما لو انا معاكي والله يا استاذه. عامله لنا تقدري تقولي بسرعه عامله لنا ايه ولا لا؟ هقول بقى هسيبها لك انت، هسيبها لك انت. طيب يبقى بعد التقرير هتلتقوا مع منى الوكيل في اول لقاء ليها على الهواء. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معانا في فقرتنا النهاردة في زينة، وبنتكلم عن موضوع هام جدا وهو منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا إن فرصة لهذه المنتديات الهامة ولقاءات الشباب من كل دول العالم، إزاي نقدر نستفيد في تنمية قدرات أبنائنا بشكل عام. وده اللي هعرفه النهاردة من ضيوفي الكرام. دكتورة سوزي فريد أخصائي نفسي ومشهورة أسرية، أهلا بحضرتك منورانا. للكاتبة الصحفية الأستاذة آلاء شيحة، أهلا بيكي منورانا. أهلا وسهلا، يسعدني ويشرفني طبعا. الله يخليكي يا فندم. أنا دكتورة سوزي تسمحي لي هبتدي مع الأستاذة آلاء على موضوع هام جدا وهو منتدى شباب العالم اللي انطلق منذ قليل. عايزين نعرف أهمية هذه المنتديات وهذه اللقاءات، وإن هي خصوصا إن هي تحت رعاية القيادة السياسية. خلينا في البداية نقول إن مصر تسابق خطوات الزمن في تنظيم أكبر حدث على مستوى العالم وهو منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. ليه؟ لأنه بيواكب طبعا في ظروف غير ملائمة، وهي كوفيد-19 وجائحة كورونا. فطبعا المنتديات دي منتديات تحت رعاية رئيس الجمهورية، إنها منتديات هي ركن أساسي، إن الشباب فيها ركن أساسي، هم ركيزة المجتمع وركيزة أساسية نحو الانطلاق إلى المستقبل. دكتورة سوزي، شايفة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة أو منتدى شباب العالم من لحظة انطلاقه واختيار مدينة شرم الشيخ، شايفة ده مؤثر على يعني تبادل الخبرات والقدرات ما بين شباب 196 دولة؟ شايفة ده ممكن يعمل إيه لشبابنا وإيه مردوده على أبنائنا؟ أنا بهني الأول البلد كلها والوطن بتاعنا إن هو بيهتم بحاجة زي كده. ولادنا دول هم المستقبل. أكيد. إن هم يتعامل مؤتمر زي ده، أنت دي نافذة على العالم كله. أنت بتقول أنا فين؟
بتثبت وجودك وبتقدر تشوف ثقافات تانية مختلفة بتتعلم منها وبتعلم ثقافتك كمان. بالظبط. فده تهنئة كبيرة لبلدنا، تهنئة كبيرة لولادنا، تهنئة كبيرة للمستقبل بتاعنا، شيء مبشر جدا. أكيد. وإحنا يعني بنتمنى النجاح لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة زي المنتديات السابقة اللي نجحت نجاح كبير جدا وكان هناك تبادل للخبرات. اللي هنا يعني المميز جدا إن في 500 ألف طلب اتقدم للالتحاق من كل دول العالم اللي هي مشاركة للالتحاق بمنتدى شباب العالم. حضرتك شايفاه أستاذة ولاء ده شكله إيه لما يكون 500 ألف شاب بيقدموا أستاذة لا؟ ده معناه دليل على قوة ومتانة الدولة المصرية. ربنا لازم تكون قوية، ولادي لما بيشوفوا ان انا علاقتي بربنا قوية بالزبط. ده بيثبت اي حاجة بتيجي بعد كده. بقى بيجي الأسرة رقم اتنين، ابويا وامي، بيجي بعد كده الوطن، والوطن ده له الأولوية طبعا، بس أنا لازم أقول إن الله بيكون أول حاجة في حياتي. ثبتنا ربنا في حياتنا هنثبت كل حاجة، هتبقى سهلة بعد بالزبط. كده بالظبط كده. بعد كده أنا بثبت الوطن، الوطن ده بيحافظ عليك فأنت بتحافظ عليه. الوطن ده لولا الوطن ده أنت هتكون زي سوريا، زي العراق، زي البلاد اللي ملهاش مع أطيب تمنياتنا لكل الدول العربية إن هي تقوم من كبوتها وتقوم من المشكلات يعني الجسيمة اللي موجودة عندهم. بنتمنى لهم يا رب نجاتهم جميعا يعني. ده أكيد طبعا. بس أنا علشان أبين الأبيض لازم أوري له اللون اللي هوش أبيض اللي مش أبيض. لازم يعرف يعني إيه وايه بالضبط. يعني ان انا اصحى الصبح الاقي اكلي، الاقي جيشي، الاقي ايه المشكله؟ اقدر انزل الشارع بامان. ايه المشكله في كده؟ لكن لما يجي نوري له الاتجاه التاني فين، شكله ايه، هتعرف قيمه اللي انت فيه. بعد كده انا بنمي الكلام ده كله عندي بقى، ازاي ان انا انمي الانتماء للوطن ده كويس. اكيد. فزي ما بقول لما بينتمي للبيت، لما بينتمي ان انا بخاف على حاجتي، انا هخاف على الوطن بتاعي. اكيد. أتفق مع حضرتك تماما. أستاذة ألاء، الجلسات والحلقات النقاشية اللي بتبقى موجودة في المنتدى شباب العالم اختيارها بيتم بعناية شديدة جدا، شايفة مردودها إيه من خلفية المنتديات الثلاث السابقة؟ خلينا نقول للمنتديات الثلاث السابقة عن هذه المرحلة وهذه الحقبة بالزبط. إزاي أقدر أخلي ولادي بحبي ليهم بدون الدلع الزائد؟ اقدر بالزبط. اعمل التوازن ازاي؟ اعمل بالزبط. الشعره دي ازاي؟ بالظبط كده. ولادنا لازم نحاول بقدر الامكان ان هم يتحملوا المسؤوليه من هم صغيرين. تمام. متمثله في ايه؟ في هم في السن الصغير ما ينفعش حاجه هو يعرف يعملها انا اعملها له. ما ينفعش هو مش بيوضب اوضته انا اوضبها له، هو يوضبها ليه؟ ما انا هعملها. هو لازم في مسؤوليه عليه بيعمل. لازم احسسه ان هو ليه مسؤول في البيت. بالظبط كده. تمام. دي حاجة، دي جزئية ان هو يتحمل المسؤولية. الجزئية التانية ان هو يكون عنده الجرأة ان هو يعبر عن رأيه، لما يقول رأيه، لما يقول مشاعره، لما يقول انا مش عاجبني ده، مش عاجبك ليه؟ اوكي انا بحترم رأيك، انا كمان الموضوع الفلاني مش مريحني، تحترم رأيي. فده عضو في المنتدى العالم بس هو صغير. يا حبيبي فعلا انا بتفق مع حضرتك تماما. استاذة ألاء، اختيار مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، أن تكون ملتقى لشباب العالم من 196 دولة، ما هذا المدلول؟ إيه شايفاه إيه؟ خلينا متفقين إن اختيار مصر أولاً إن هي تستضيف هذا المنتدى دليل على مكانة مصر العالمية. أكيد. هي رمانة الميزان. أكيد. تاني حاجة إن الملتقى يكون بدايته في شرم الشيخ، فده دليل على رسالة سلام وأمان وازدهار للعالم كله. إن شرم الشيخ بالتحديد إن هي مهبط الأنبياء، إن هي تبعث رسالة أمل ورسالة سلام، إن بلادنا مستقرة، مصر مستقرة ومصر آمنة. مصر هي طبعا تحتضن جميع الحضارات وجميع الثقافات، تجتمع بالناس، تبعث رسالة سلام للعالم كله إن مصر ما فيهاش أي عقبات ولا أي زلات. في ظل هذه الجائحة مصر انتقلت بصورة أفضل في كافة المستويات، المستويات الاقتصادية، المستويات السياسية، المستويات السياحية، في كل المستويات انتقلت لطفرة غير مسبوقة تشهدها طبعا بشهادة العالم كله وبشهادة القيادة المصرية الرشيدة والحكيمة.
دكتورة سوزي، من الحاجات المهمة جدا الوقت يعني بستلهمها من منتدى شباب العالم، كيف يكون في البيت لقاء ولو أسبوعي يجتمع الأب والأم مع أبنائهم، أن يكون هناك تبادل للآراء اللي حضرتك أكدت عليها في كلامك السابق؟ أيوة. وأن يكون عند الأب والأم رحابة الصدر لاستيعاب الآراء حتى لو كانت مخالفة لتوجهاتهم هم. بالظبط كده. إحنا لو عملنا في الأجازة حاجة زي بارتي، زي حفلة صغيرة ما بيني وما بين ولادي، وديته الفرصة إن هو يتكلم ويعبر عن رأيه ونسقف له، وان هو يعمل شعارات، عارفه الفيلم اللي هو كان بتاع امبراطوريه ميم بقى اللي هو سيده الشاشه العربيه، بالظبط كده. هم كان من حقهم ان هم يعبروا عن رايهم. حضرتك هو ده اول حاجه استحضرت. بصي حضرتك، العمل الفني الجيد المتميز بيبقى وبيكون بصمه وعلامه في حياتنا. يعني اول حاجه ده جه على ذهن حضرتك وذهني هو فيلم امبراطوريه ميم. في حاجه تانية مهمه قوي، الاطلاع. بالظبط. كل ما أرى كتير كل ما كان له رأي كتير. كل ما أرى في الفلسفة، في علم النفس، في الاجتماعيات، في الحيوانات، في أي حاجة من الحاجات دي، أنت أي معلومة هتعدي عليك هتبقى أنت فاهم الخلفية بتاعتها. أنت لو عملنا حاجة صغيرة، قول لي معلوماتك إيه النهاردة، إيه أكتر حاجة استفدت فيها النهاردة، برافو، حلو، طيب أنا عايزة معلومتين المرة الجاية، انا عايزه ثلاث معلومات المره الجايه، انا عايزاك تكتب. يعني اعلمه كمان استخلاص القيمه اللي هي موجوده من مكان زرناه، ازاي يعبر وازاي يقول رايه من غير ما يخاف. يعني لما يجي يقول حاجه غلطه ويقولها لي، انا رد فعلي ايه؟ ما انا لازم اسمعه بهدوء علشان يقول لي تاني. بالظبط كده. عشان اقدر ان انا احتويه، وبعدين اقدر ان هو يعبر عن ايه اللي جواه، واشجعه ان هو يخش اعمال فنيه، اعمال مسرحيه، يقف كل حسب موهبته اللي انا بتلمسها من خلال تعاملاتي معاه، اللي هي السوشيال بتاعته. بالزبط. ان هو ايديه ما تعرقش، ريقه ما ينشفش، ازاي ما يتلعثمش. بالظبط كده. ده يعني ده موضوع هام جدا. ازاي كمان ان هو يقرا لغه عربيه كويسه. احييكي على هذه الملحوظه. تسمحوا لي هنخرج لفاصل ونرجع نواصل هذا اللقاء المتميز، وبعده نشوف هنعمل ايه ونكمل كلامنا ازاي. الأغنية رائعة، وأحيي كل القائمين عليها. الأغنية دي بتورينا قد إيه بلدنا جميلة، ولكل البلدان العالم لما بيتشاركوا بيتبادلوا خبراتهم من خلال منصة منتدى شباب العالم شيء مفرح. الفن دوره إيه في حياتنا دكتورة سوزي، ودوره في تنمية أبنائنا إيه؟ بيخليه يطلع اللي جواه. الفن مهم جدا. يعني لما اسمع اغنيه دي واتفرج على الفيديو بتاعه او بتاعه، يعني احساس رائع. بتدي له حماس، بتدي له غنى. انا ليا وطن بفتخر بيه، وطن بيخاف عليا وانا لازم اخاف عليه. الغنى بيمس القلب. ايوه. فبيخليه يعبر، بيخليه يحفظها، سهل قوي ان هو يحفظها، بيخليه يحس بيها اكتر اكتر من اي حاجه تانية. اكيد. الحاجة الحلوة في الفن المصري ان هو بيحل محل حاجات كتيرة مش كويسة. بيفرض نفسه. واحنا لما بنبقى في البيت او في الوطن بننمي ده في ولادنا، بنخليهم ان هم يعبروا. نغمة بتبقى شغالة في ودنه طول الوقت. بيحس بيها ويشوف قد ايه احنا بنفتخر بولادنا، قد ايه هو بيكون منتمي. الانتماء ده شيء مهم جدا جدا. أحيي حضرتك على هذا الكلام. برجع للأستاذة ألاء وبقول إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة عمل شيء جميل جدا، هو إطلاق منصات للتواصل عن بعد من خلال الجلسات والحلقات النقاشية مع من لم تسمح لهم ظروفهم إن هم يحضروا لظروف كوفيد-19، إن كمان يبقى التواصل مع أكبر عدد ممكن من خلال منصات الانترنت على عبر التواصل الاجتماعي. خلينا نقول ان المنصات دي فتحت افاق الحوار ما بين المشاركين ومن لم يحالفهم الحظ في المشاركه. بالظبط. عملوا منصات طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي بحيث ان يكون لهم فرصه في المشاركه والاطلاع على المبادرات والاطلاع على يعني ما مجريات المنتدى في نسخته الرابعه. اكيد. وايضا كمان جه في المنصه
مجموعة أجندة فيها المتحدثين وفيها طبعا الأحداث اللي هي ما تدور حول المؤتمر منتدى شباب العالم. ده جميل جدا، لأن هي بالتالي أصلا كمان يعني محط أنظار للعالم كله. المنصة دي خلت محط أنظار للعالم كله، بحيث إن هو إن هم يبقى ليهم مشاركات فعلية على أرض الواقع وبأقل المجهود. أتفق مع حضرتك تماما. دكتورة سوزي، التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي يعني هنا وظفت في مكانها، لكن أحيانا ولادنا بيخرجوا عن السياق في التعامل مع مفردات التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي. بالزبط. كيف يمكن أن أعيدهم مرة أخرى للطريق القويم في التعامل مع هذه المنصات؟ الهدف، إيه الهدف؟ أنا لما هعمل حاجة لازم يكون فيها هدف واضح. البديل، أنت النهاردة قاعد على بتتفرج على أفلام، بتتفرج على أغاني، على فيسبوك، على تويتر، على بتاع إنستجرام، على أي حاجة، وتلات أرباعها ما هوش اللي أنت ودنا إحنا كأب وأم مش عارفين إزاي هم بيسمعوا الكلام ده. فين البديل؟ علشان أخد منه الحاجة اللي أنا بين قوسين بقول عليها وحشة، لازم أديله حاجة كويسة بديل ليها. ما ينفعش أخدها منه ما أدلوش حاجة. طبعا قبل ما أقول له عليها وحشة، إزاي أقدر أخليه ينتقي؟ إزاي يبقى عنده حس الانتقاء في التعامل معها؟ يعني إزاي أقدر أخليه متواصل معايا حتى ولو هو متواصل على موقع التواصل الاجتماعي؟ حاجتين اتنين. أيوة. لا بنصح ولا بسأل. أيوة، لا بنصح ولا بسأل. لا بنصح ولا بسأل. طب أعمل إيه؟ يعني كده عامل إيه؟ ما تشوفش ده. أنا محتارة. لا بنصح ولا بسأل. ما تشوفش ده، ما تعملش ده، ما تسويش ده. أنت عندك الحرية، بس ما تروحش في الحتة الفلانية. أنت دي نصايح، نصايح. وكنت فين؟ عملت إيه؟ ليه؟ عشان خاطر إيه؟ بتاع إيه؟ ده وحش، ده حلو. ده أنا تعبت. إحنا بنعمل كده في أولادنا فعلا. لا أنا تعبت حقيقي من حضرتك. جمعتي الأسئلة، مجموعة الأسئلة البسيطة اللي إحنا بنسألها لأولادنا. عصفر بالظبط كده. دي حاجة مملة، مزعجة جدا للأولاد. أنا بسمعه وبقول له رأيك إيه؟ مبسوط؟ حسيت بإيه؟ فرحان؟ متضايق؟ طب دي خليتك فكرك يفكر تعمل ايه؟ يا ترى هتعمل حاجه وحشه؟ طب لو عملتها حاجه وحشه هتتاذي؟ فبالظبط ده انا ايه؟ انا اديته رايه. طب رايك ايه؟ نستمر فيها؟ طب عندك بديل؟ طب ايه كمان؟ وبديل ايه تاني؟ وبديل ايه تالت؟ طب انهي احسن؟ ده ولا ده؟ يعني انا انت خدتش بالك؟ لا انا حسيت ان احنا فعلا بنعمل في اولادنا، بنجرجرهم. خدتش بالك انا بتناقش معاه ازاي؟ بديله رايه وبنوصل لرأيي في الآخر هو اللي قاله. بالظبط كده. بس يعني أنا عارفة بوصل له إزاي إن هو يوصل للنقطة دي. هو انتقاء الأسلوب المناسب طبعًا. في الوقت المناسب. بس مش مع بلادنا، بس مع أزواجنا طبعًا. برضو هتبقى بيجنبنا مشاكل كتيرة قوي. أزواجنا دي بتبقى عايزة لها مفاتيح. لا احنا عايزينها، لا حضرتك، عايزين لها حلقات وحلقات من نقاشية نتكلم فيها. بالظبط. أستاذة ألاء، لو قدامك فرصة أن تختاري موضوع كحلقة نقاشية في منتدى شباب العالم، تفتكري إيه الحاجة اللي أنت هتحبي أن أنت تتشاركي فيها مع شباب من 196 دولة؟ بصراحة يوم أحب أشارك، هشارك بالطاقة الإيجابية. حلو. إزاي نحي الطاقة الإيجابية عند الشباب؟ أنا هسيب الدكتورة سوزي ترد عليكي بعد كده، لأن طالما خلي يعني أنتوا بتردوا على بعض. الطاقة الإيجابية. تمام. الطاقة الإيجابية دي أصلاً بتبقى نبع جوه الانسان، بس بيبقى محتاجه حد يحييها، محتاجه حد يامن بيها، يصدق بيها. انت عندك، تصدقين انا صدقتك. حبيبه قلبي. هي نقطتين. الانسان اصلا المفروض يبقى وليد نفسه، وليد فكرته، ان هو مؤمن بنفسه، مؤمن بقدراته. ما كانش القياده السياسيه تحت رعايه فخامه الرئيس كان امن بالشباب وصدقهم. تطلعوا على طموحاتكم، انظروا الى شبابكم. دايما كلماته شبابكم مليانه طموحات، مليانه احلام عايزه تحققها على ارض الواقع. هي نقطتين هنا حلوين قوي. يعني ممكن اختصر بيهم طبعا كل هذا الكلام الوطني الجميل اللي انا بحييك عليه، بحيي اللغه وانتقاء الموضوع كمان، وبحيي اللغه العربيه الجميله اللي عندك حبيبي. هم حاجتين اتنين مهمين جدا. فضل. في الشباب الدافع والتحفيز.
الدافع والتحفيز. صحيح. انا ازاي ان انا احط الدافع في ولادنا في شبابنا. دافع، انت عايز تبقى ايه؟ وطنك عايز يبقى ايه؟ اسرتك عايزه تبقى ايه؟ البلد بتاعتك ده الدافع. انا بزرع دافع بيبقى من جواه. التحفيز، برافو عليك. انا بهنيك، مفيش حاجه بتجيب فراغ. انت ممكن تدي ايه اكتر؟ انت بتشغل وقتك بايه؟ طب استفدت ولا ما استفدتش؟ يبقى في حاجه اسمها الدافع، في حاجه اسمها التحفيز. الدافع من جوايا، التحفيز بيبقى من بره، يصدق نفسه من جواه، يامن بنفسه. لو ليكي الكلمه في حلقه نقاشيه في منتدى شباب العالم، هتبتدي كلماتك بايه؟ خصوصا ان انت بتبتدي تسطري طريقك على الكتابه في الصحف، فقولي لي بقى ممكن تبتدي كلامك بايه؟ او يعني انت قلتي الموضوع الحلقه نقاشيه الطاقه الايجابيه. احب اقول أيوة. منتدى شباب العالم معك المايك منتدى شباب العالم في احضان مصر وفي ريعان مصر. مصر دائما بطموحات وامال شبابها، حافز قوي ودافع. احب اقول ان دايما مثل هذه المؤتمرات والمنتديات تنقل الشباب من نقلة التعبير بآرائهم وبذاتهم، إن هم يكسروا حاجز الخوف وحاجز القلق اللي جواهم، اللي هو التعامل ما بين الشباب والدولة أو التعامل ما بين الشباب وأي قيادي أو أي قيادات عليا. إن الشباب إزاي يتعامل مع مجموعة من قادات الرأي وصناع القرار، إزاي يكون في نموذج محاكاة. نموذج المحاكاة ده طبعا إحنا طبعا عارفين إن صدقت عليه الأمم المتحدة، اللي هو تبع منتدى شباب العالم بالضبط، اللي هو حقوق الإنسان. إن الإنسان ليه الأحقية في كل شيء. إن الإنسان أقوم أروح ولا أعمل إيه الوقت يعني؟ خلاص كده يعني، هي يعني عرفت تمسك. إذن سنقول في آخر يعني الحوار، ممكن أو ممكن نقول في بداية في آخر الكلام، الاستثمار الحقيقي هم شباب مصر، الاستثمار الحقيقي هم أولادنا. أحييكي بشدة على أن أنت أخذتي الكلمات اللي هي بتعبر فعلا عن الطاقة بتاعت الشباب المحبة للتجديد والتواصل مع الآخرين، وأيضا تقديم كل ما هو مفيد لبلدنا الغالية. إزاي يا دكتورة سوزي أنمي في أولادنا أو ننمي في أولادنا القدرة أو مهارات اللي هو البرزنتيشن سكيلز، أو المهارات أن هو يقدر يتكلم قدام آخرين، ان هو بيخرج عن دايرة الاب والام والاخوات، وان هو بيتكلم يقدر يعبر عن نفسه، يقف زي ما حضرتك تفضلتي بدون ما يكون عرقان، بدون ما يكون متوتر. الكومفورت زون دايما بيبقى الاب والام والبيت. ازاي ده ننقل ده بحيث ان هو يقدر يعبر عن نفسه بشكل جيد؟ اول حاجه الاحساس بالامان، زي ما عملت الاستاذه الاء الاحساس بالامان. انت لما هتقول رايك مش هتتعاقب. ايوه، انت من حقك تقول رايك. اقرا كويس، اتعلم كويس ازاي ان انت تتكلم بكل ثقه، ازاي ان انت تلم خيوط الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه وتكلم. قول رايك، اغلط وانا معاك، انا في ظهرك، انا بشجعك، تعالى نتعلم سوا حاجه جديده مع بعض. مش اتعلم كذا اعمل كذا، نفس النقطه اللي انا كنت بقولها، النصايح والتعليمات. لا، احنا تعالى نتعلم سوا. تعالى انا هقف مره هقدم الطبخه دي هعملها ازاي، وانت تعالى قدم المره الجايه، تعالى شوف هنرتب الدنيا دي المكتب ازاي، وانا هسمعك وهسقف لك واشجعه. هيخرج من الدايره بتاعتي دايره البيت ودايره الاسره، لدايره المدرسه. لا، ممكن نزودها شويه بقى. ان العيله كلها موجوده، وهو النهارده هيقدم فقره. كان زمان حتى في الاسر المتوسطه بسيطه، البيانو، ويجي يعزف على البيانو او البنت تعزف على البيانو قدام التجمع الاسري او الفاميلي جاذرنج. الحاجات دي كلها بتربط او بتدي ثقه للابناء ورابط اسري زي ما حضرتك تفضل. بيقدر كمان بعد كده يكون عنده الشجاعه الادبيه ان هو يقول رايه من غير ما يتهاجم. قبل ما تقول رايك انت لازم تعرف الراي والراي الاخر. لو حد قال لك انت بتقول غلط، لا، يبقى انا عندي 1 2 3، انا بقول ده، انا فين المرجعيه بتاعتي؟ ايوه، تعال ندور على المرجعيه بتاعتنا. هتتكلم كذا، فين المرجعيه الادبيه؟ فين المرجعيه الفنيه؟ فين المرجعيه الفلسفيه؟ وكل ما ده، كل ما الدايره بتبدا توسع، رجليه بتكون ثابته، بياخد مكافآت وتحفيز وتشجيع، ينمي شخصيته،
يخليه يقف يتكلم من غير ما يكون خايف. انا واثق من نفسي، انا بيتي واقف ورا مني، امي ابويا واقفين ورا مني بيشجعوني بيه، هم دول اللي بيبنوا الشخصيه قدام الدنيا كلها. انا سعيده بحواري مع حضراتكم. يعني وبتمنى لكم كل التوفيق. انا سعدت اليوم النهارده بلقائي مع الدكتوره سوزي فريد، اخصائي نفسي ومشهوره اسريه. شكرا. والكاتبه الصحفيه الاستاذه الاء شيحه، النموذج المشرف لشبابنا. نورتوني. شكرا لك طبعا. اعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع ونشوف زميلتي العزيزه دعاء هتدخل المطبخ وهتعمل ايه.